تتواصل فعاليات مهرجان العالمين الجديدة حتى 26 من أغسطس تحت عنوان العالم عالمين، وتستمر فعاليات المهرجان على مدار 45 يوما، تستقبل خلالها المدينة ما يقرب من 1 مليون زائر من مصر والوطن العربي لحضور فعاليات المهرجان، والتي تتنوع ما بين الفعاليات الرياضية والمسابقات الترفيهية، إضافة إلى حفلات غنائية لأشهر النجوم في مصر والعالم. وللمزيد من التفاصيل والمتابعة حول فعاليات مهرجان العالمين الجديدة ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. كريم، بعد التحية صف لنا الأجواء لديك، وماذا أيضا عن الفعاليات اليومية الرياضية والترفيهية؟ تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. يعني ربما النقطة الأبرز التي يجب أن نتحدث عنها الآن هي حالة الجو الآن في مدينة العالمين الجديدة. يعني هذه الأوقات هي الأوقات الصيفية، ربما الأشد ارتفاعا في الحرارة في هذه الأيام، ولكن ربما ما يميز اليوم وهذه الأيام هي هذه الأجواء الجميلة الصافية، الهواء متواجد في مدينة العالمين الجديدة ليلا، حرارة الصيف المعتادة غير موجودة الآن في مدينة العالمين الجديدة. المصطفين موجودين داخل مدينة العالمين الجديدة، يتحركون في الكورنيش الجديد، يتمتعون برؤية هذا التطوير المختلف على الكورنيش، وأيضا في المول الخاص بالأبراج الخاصة بالعالمين الجديدة. ربما هذه كانت من أبرز ما رصدناه هذه الأيام في حقيقة الأمر، مما يعطي أيضا فرصة أكثر لجذب السياحة المصرية وغير المصرية من إخواتنا العرب، وأيضا رصدنا وجود الأجانب من خارج العرب من القارة الأوروبية أو حتى الولايات المتحدة الأمريكية، وأشادوا أيضا بجودة الأجواء هذه الأيام. تحدثتم أيضا يعني على مدار الأيام السابقة واليوم عن النشاطات الرياضية المختلفة والمسابقات المختلفة في مهرجان العالمين العالمين الجديدة 2023 الذي يأتي تحت شعار العالم عالمين. بالطبع الحفلات الغنائية الخاصة بالمغنيين العرب والمصريين والمغنيين العالميين رصدناها للكينج محمد منير الأسبوع منذ أيام، أيضا رصدنا للنجمة الكبيرة إليسا التي جاء لها يعني معجبيها خصيصا في هذه المدينة. أيضا على مدار هذا الأسبوع في نهايته سيكون حفل موسيقي كبير للموسيقار العالمي عمر خيرت، بالإضافة أيضا لاحتفال وحفل غنائي لفرقة مسار إجباري وأيضا النجمة الكبيرة كارول سماحة. لذلك كما ذكرتم الحفلات الغنائية لا تتوقف على مدار 45 يوما في أيام آخر الأسبوع، والنشاطات الرياضية مستمرة في ما بين أيام وسط الأسبوع. على سبيل المثال النشاطات الرياضية على الشاطئ نظرا لطبيعة العالمين الجديدة، وأيضا كرة الطائرة الشاطئية، وهذه يعني البطولة التي ستقام في مدينة العالمين الجديدة. هذه الفرقة التي تجوب أو هذه البطولة تجوب مدن مختلفة من دول العالم، قررت أن تكون العالمين الجديدة نقطة من النقاط الهامة التي سيكونون فيها هذا الأسبوع. هذه من أهم البطولات الخاصة بالبطولات الشاطئية عالميا، بالإضافة لذلك بالطبع بطولات أخرى مثل كرة البادل تنس، هذه أيضا من البطولات التي أقيمت هنا. بالإضافة أيضا على ذلك الاحتفالات المختلفة الغنائية، أيضا هناك مسرح خاص لفرق الموسيقى وفرق الغناء يطلق عليها فرق الأندرجراوند، أيضا متواجدين على مدار أيام متقطعة هنا في مدينة العالمين الجديدة. هذا بجانب الشواطئ المجانية وأيضا الشواطئ بالمقابل المادي المختلفة متواجدة، وهذه كل هذه النشاطات متاحة لكل من يعبر مدينة العالمين. مجرد دخول لمدينة العالمين الجديدة يمكنك الدخول للكورنيش، يمكنك حجز التذاكر للحفلات المختلفة، يمكنك حضور النشاطات نعم. الرياضية المختلفة بالطبع عن طريق الحجز أشكرك. المسبق كل ذلك متاح هنا في مدينة العالمين الجديدة. أشكرك شكرا جزيلا كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري.